نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تحديد قبر القريب من أم أو أب أو غيرهما له أصل في الشرع؟ هل تحديد قبر القريب من أم أو أب أو غيرهما له أصل في الشرع إذا كان القصد الزيارة مستقبلا لهما؟ نعم، لا بأس بذلك، يعني هذا قصد حسن، أو أن يعرف هذه القبور لأجل أن يزورها ويسلم عليها ويدعو لها، هذا قصد حسن لا بأس به. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرا على قبر عثمان بن مضعون لأجل أن يعرفه به زيارته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لكن ما يجعل عليه شيء، يقرأ أو كتابة أو يكتب اسمه أو يجعل عليه رقم؟ نهى صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبور، فلا يكتب عليه. إذا وضع عليه شيء ما يعرفه إلا هو، مثل خط ولا عصا ولا شيء ما يعرفه إلا هو، فلا بأس. نعم.